نبدأ بحلقتنا وكلامنا من بداية القصة، إنه المرأة المصرية شاركت بكل قوتها في ثورة 30 من يونيو، كان صوتها مهم جدا، كانت في مقدمة الصفوف، وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت المرأة المصرية الكثير من الطموحات والأحلام، وأطلق الرئيس 2017 عام للمرأة المصرية، وأطلق أيضا الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا 2030. حقيقة الأحلام المستحيلة اتحققت، ونالت المرأة أفضل فرص التمكين، وحققت إنجازات غير مسبوقة، ووصلت إلى أعلى المناصب القيادية واللي كان يمكن من الصعب الوصول ليها في فترات سابقة. بهذه المناسبة خلونا نتعرف أكثر على هذه المكتسبات في جميع القطاعات بعد ثورة 30 من يونيو. معنا دلوقتي عبر الهاتف للمزيد من التفاصيل الدكتورة إيزيس محمود، مدير إدارة تخطيط البرامج بالمجلس القومي للمرأة. دكتور إيزيس أهلا بحضرتك، مساء الخير. أهلا بحضرتك وأهلا بكل مشاهدينك، وكل سنة ومصر كلها طيبة بمناسبة احتفالات الثورة المصرية 30 يونيو. وحضرتك بخير ومصر كلها بخير الحقيقة، والمرأة المصرية بخير، لأنه الحقيقة كان يعني القطاع الخاص بملف المرأة وتمكينها سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو قضائيا أو في الرياضة أو في أي قطاع، ده كان ملف مهم جدا على رأس أولويات الدولة، وطوال السنوات السابقة شفنا الدعم ده في أكثر من قطاع. لكن لو سألت حضرتك إيه أبرز القطاعات أو أبرز المشروعات والمبادرات اللي بالفعل تمت خلال السنوات دي وكان ليها تأثير ومردود كبير جدا على المرأة المصرية في الشارع المصري؟ دعيني بداية أني يعني نؤرخ من تاريخ المرأة المصرية هذه النقطة الفارقة اللي حققت هذه النقلة النوعية في المرأة المصرية، في جهود وجود المرأة المصرية كانت في دستور 2014، الدستور اللي بدأ ينظر للمرأة بشكل مختلف، أنها عضو عامل في هذا المجتمع، أن لها حقوق، أن عليها واجبات، أنها يعني ترث في النهوض بهذا المجتمع والقضاء على كل المظاهر السلبية في المجتمع. 20 مادة كانت بيتضمنها هذا الدستور، والحقيقة هذه المواد على الرغم من احنا طول الوقت كنا بنشيد بهذه المواد على اعتبار ان هي بتقدم للمرأة نصوصا دستورية او زي ما بيقولوا قانونين دستور، ظهير دستوري لكل التشريعات القادمة، ولكن هي ايضا ظهير دستوري لكل الجهود الدولة اللي قامت بيها في خلال هذه الفترة الطويلة اللي امتدت الى 8 سنوات. هتجدي ان هذه الجهود كان اساسها هو الدعم القيادة السياسية، بداية من سنة 2017 لما أصبح عندنا أكثر من سيدة ترتقي منصب عام، أول مرة نشهد عندنا محافظ، سيدة محافظ أصبحوا سيدتين على مرتين، أصبح عندنا أعداد كبير من عضوات مجلس النواب والشيوخ، وتخطى المعدل المتوسط عضوات النواب في الشرق الأوسط وأفريقيا احنا وصلنا 28 وهي تقريبا 26.5%. الجديد اللي عندنا نقدر نقوله طبعا بالإضافة لكل هذا الجهد والدعم السياسي أيضا هو ما الدعم التي تلقته المرأة المصرية في المجالات الاقتصادية ومجالات الحماية. صحيح. في المجالات الاقتصادية تحديدا هنجد أن هناك برامج كثيرة قامت عليها الدولة المصرية ودعمها، يعني إرادة سيادة الرئيس لأن تكون المرأة المصرية ترث فاعل في التنمية الاقتصادية للدولة من خلال أن هي تشارك في عجلة الإنتاج وعجلة التنمية. هتجد المرأة جزء من منظومة الشمول المالي تحديدا، هتلاقي المرأة أصبحت دلوقتي السبيل قدامها مفتوح إنها تشارك في العمليات الاقتصادية والتعامل مع البنوك والتعامل مع المؤسسات المقرضة والجهات المصرفية المختلفة، على الرغم من إن هي في فترات طويلة كانت مهمشة في هذا القطاع، ولكن في هذا القطاع تحديدا ومؤخرا أصبحت هي عضو فاعل جدا. هتجي عندنا مثلا 30% من السيدات
عندهم مشروعات صغيرة ومستثمرات، هتجدي أن المؤسسات الاقتصادية أو المؤسسات اللي هي بتقرض بما يزيد عن 38% زي ما تقدمه ل صحيح. واحنا يمكن بالفعل هو فعلا القطاع الاقتصادي تحديدا كان يمكن من اكثر القطاعات اللي كان فيها تمكين بالمعنى الحقيقي للكلمه، لانه وصل اكثر لفئات مستحقه يمكن يعني اكثر احتياجا، او الفئات اللي محتاجه اكثر لهذه المشروعات متناهيه الصغر. يعني اذا ما قارناه بالقطاعات الاخرى فلا، القطاع الاقتصادي بالفعل كان الاوسع والاشمل بالنسبه للمرأة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على توضيح هذه التفاصيل، الدكتورة إيزيس محمود مدير إدارة تخطيط البرامج بالمجلس القومي للمرأة، شكرا جزيلا لك. والحقيقة أنه ده فعلا حاصل سواء في الاقتصاد أو في السياسة زي ما قلنا، وزي ما الدكتورة إيزيس سلطت الضوء على مجلس النواب وعلى المحافظين وعلى عدد من القطاعات اللي ما كانش يمكن في السابق هذه النسبة وهذه الدرجة من تولي المرأة فيها هذه المناصب كانت بهذا الشكل.